كتحشمي تبيني شعرك قدام صحاباتك او في شي مناسبة، لانه خاويلك من القدام وقراعيتي من القدام. ايوا اليوم اختي جبت لك الحل اللي فاش غتجربيه غادي ترحمي ليا والديه وتولي تبيني شعرك وانتي هازه راسك للسما. غير جربي ليا هاد الوصفه هادي ورجعي لعندي وقولي ليا سناء الا ما وافقاتكش اجي حتى لهاد الوجه هذا وقولي لي سناء راه ما وافقاتنيش. انا واثقه 1000000% الا جربتي هاد الوصفه هادي من الاسبوع الاول غتلقاي نتيجه رهيبه وغتشوفيها بعينك. بارطاجيها مع الناس اللي عندهم هذا المشكل هذا وما تنسيش اختك سناء من اللايك فضلا وليس امرا. ويلا تحضي الوصفه. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. قبل ما نبدا الفيديو خوتي راكم وليتو كتنساو اختكم سناء من اللايك، ما تنساونيش. الله يجزيكم بخير والله يكرمكم فضلا وليس امرا، تشجيعا لكم لنا. كيف ما شفتوا انا دائما كنجيب لكم وصفات ناجحه اللي بالشهاده ديالكم الحمد لله كنلقاها في التعاليق وكتجربوها وكنجي وكنلقى التعاليق ديالكم، هذا فضل من عند الله. الوصفه كالتالي خوتي، هذه الوصفه هذه كتمنع التساقط وكذلك كتعطيه واحد الترطيب. هنا شنو غادي نحتاجو؟ غادي نحتاجو الكوكاكولا البنات او البيبسي، نتوما واللي متوفر عندكم. وكيف ما كتشوفوا خوتي هذه هي الخلطه ديالنا اللي غنحتاجو فيها البصل وغنحتاجو فيها الكوكاكولا او البيبسي وكذلك الورق ديال البصل. ها نتوما هذا ما نرميوهش نهائيا نهائيا نهائيا. اش غادي نجيبو الان؟ غادي نجيبو خلاط، يا اما الخلاط الكهربائي او هذا الخلاط اللي تيكون عندكم. غادي نوضع فيه الورق ديال البصل قشور وكذلك البصله. وصفه البنات اكثر من رائعه لمنع التساقط، فنه. غادي تجربوها وغادي ترجعوا لعندي وغادي ترحموا لي والديا وتقول لي يا سناء والله الا بصح هاد الوصفه هذه. واصلا الوصفات الحمد لله اللي في القناه اللي عندي ديال الشعر كاملين مجربين وكاملين ناجحين من التعاليق ديالكم اللي كنلقى. صافي في هاد الاثناء غادي نضيف واحد الكميه، ما نضيفوهاش كامله فقط صافي، وغادي نطحنها. صافي البنات راه طحنتو. الا ما كانش متوفر عندكم هذا ديروه الخلاط الكهربائي العادي اللي كنطحنوا فيه العصير. ها هو الخليط ديالنا، ها هويا. دابا البنات غادي نصفيه فشي اناء. هنا ماشي مشكل اننا نستعملوا البلاستيك لانه المواد ما سخوناش، يعني فاش كيكون عندنا المواد سخونه ما نستعملوش البلاستيك. وهنا البنات بلا ما نضغطوا، يعني غير نخليوه يتصفى على خاطر خاطرو. هذا هو اللب اللي حنا بغينا، هو هاد العصاره هادي، احسن عصاره للشعر اللي يعني باغا تقوي الشعر ديالها وباغا ترطبو وباغا تعطيه واحد اللمعان. هاد الوصفه هادي فيها يعني ضربوا عصفورين بحجره واحده. ها هي البنات العصاره، ها نتوما كيف ما كتشوفوا هو هادي. دابا غادي نشرح لكم الطريقه ديال الاستعمال، فوقاش غتستعملوه. هادي البنات فوقاش تستعملوه؟ غتستعملوه فاش تكونوا يعني مثلا اليوم باغيين تمشيو للحمام ديالكم، غادي تشققوا بها الشعر ديالكم. غتقسموا الشعر ديالكم الى 6، يعني تقسموه على جوج ودوك جوج تقسموه على 4 ودوك 4 تقسموهم على 6 وغتشدوا. صافي من بعد غادي تشدوا الجلده الفروه ديال الشعر ديالكم يعني تكون باينه، وغادي تجيبوا هذا الخليط هذا. من الافضل البنات فاش تبغيو تستعملوه دفيوه شي شويه، غير شي شويه يدفى، لانه دابا الان الحال بارد. فاش ما يكونش الحال بارد ماشي مشكل نحطو على الراس ديالنا، لانه دابا بارد غادي يوجعنا في الراس ديالنا. صافي وغادي نجيو على هذا الشكل هذا وغنمشيو للبلاصه اللي كيف ما قلت لكم قسمناها وفرقناها ونبقاو ندوزوه هكايا، هكا هكا هكا، ماشي غنحطوه صافي، ندوزوه ونديروا ليه هكايا هكا هكا، وفي الاخير نشققوا به الشعر ديالنا ونخليوه في الشعر ديالنا من يعني تقريبا نصف ساعه حتى لساعه، ونغسلوا الشعر ديالنا. نمشيو ديك الساعه للحمام ونغسلوا الشعر ديالنا وغتشوفوا ما شاء الله قوه وكيمنع التساقط. كيف ما شفتوا راه فيها قشور البصل اللي معروفه وغنيه على التعريف، كذلك البصل
وكذلك الكوكاكولا او اي بيبسي، يعني يا كوكاكولا يا البيبسي. الان دابا خوتي غادي نشرح لكم طريقه او نوريكم الشامبوان اللي كنستعمل. وبالنسبه للبنات الشامبوان اللي كنستعمل انا تقريبا دابا اكثر من سنه وانا كنستعمله، ولكن لقيت شنقول لكم البنات زوين، راه والله ما نشاركوا معكم الا ما كانش زوين، راكم عارفيني انا ما نشاركوش. ها هو دابا راه تسالى ليا، ها هو راه تقضى ليا، دابا خصني ناخذو هذا البنات مفعول ضد تساقط الشعر من لا مارك بلونتين. ها هو البنات، ها هي لا مارك بلونتين. الرائحه ديالو البنات غزاله بحال فيه الزعتر. ها نتوما نقرا لكم هنايا باش يعني باش تعرفوا حتى نتوما يا الحاجه اللي خديتوها يعني شنو غتاخذوا. ها هي تركيبه حصريه من مواد طبيعيه فعاله ضد تساقط الشعر، مفيده لتنقيه فروه الراس، يحد من تساقط الشعر وينقي فروه الراس، يستعمل بنظام صيانه وجمال للشعر. شنو فيها البنات؟ فيه زيت نواه المشمش، زيت الارغان، زيت اساس الازير، زيت اساس سالمية، وزيت اساس الخزامه. يعني هاد المواد هذه البنات طبيعيه ها نتوما، وخالي من البارابين والعطر. ها هي البنات، ها هي كيف ما كتشوفوا، يعني طبيعي. هادو علاش انا شاركتهم معكم؟ لانه بزاف ديال البنات طلبوني فاش حطيت الكيراتين، قالوا لي عافاك سناء شنو هو الشامبوان اللي كتستعملي لي كل طفله ديالك. هذا البنات شامبوان، هذا الماسك فوقاش كان. هذا البنات راه واخا يعني كنت استعملته قبل ما ندير لي ميش، يعني تقريبا كيف ما قلت لكم سنه، ودابا انا حاليا تقريبا دابا عندي شي 5 شهور وانا دايره لي ميش وكنستعمله، وبالعكس زوين وما كينشف ليش الزغبه، يعني كيخلي الشعر ديالي غزال، وبالاخص باش كندير له هذا الماسك. هذا ها هو الماسك ديالو، غير هو البنات الماسك ديالو تاخذوه وديروه يعني من بعد ما تغسلو. واحد الرائحة يا البنات فيه، واحد الرائحة، راه كامل عشوب، كامل عشوب. يعني تحطوه على الفروة ديال الرأس ديالكم من بعد ما تغسلوا الشعر ديالكم يا في الحمام يا في الدار، وديروا بحال هكا مساج للشعر ديالكم وتخليوه 10 دقائق صافي، وتغسلوه فقط بالماء. يعني ما تغسلوش يعني تعاودوا تغسلوه بشامبوان، فقط تغسلوه غير بالماء، تيخلي الشعر فيه واحد اللمعان، واحد الرائحة رهيبة 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 يا البنات. وراه ربي شاهد عليا، راه كون ما والمنيش وكون ما وافقنيش راه ما غنشاركوش معكم، راه وخلاص كاين الزيت ديالو حتى هوايا. الا بغيتي مثلا من بعد ما ديري شامبوان وتغسلي وديري الماسك ديالو وتغسلي الشعر ديالك، انا الزيت ديالو حاليا تسالات ليا ما بقات لياش، وكذلك عاود شريتها وعجبات الاخ ديالي وجا وداها، قلت ليه بصحتك وراحتك ماشي مشكل نعاود ناخذها. غير هو البنات هادو راه كيليقوا جميع انواع الشعر، انا لا قوليه لا قبل لي ميش ولا بعد لي ميش. هنا يعني عطيتكم الشامبوان البنات اللي كندير انا والطفله ديالي. نتمنى انه هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش على اختكم سناء باللايك فضلا وليس امرا، وتهلاو ليا براسكم الى فيديو قادم باذن الله. مع السلامه.